تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ينظم مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الدورة الجديدة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2021 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 31 من مايو الجاري وحتى 2 يونيو المقبل.